استاذ عبد الله، اهلا وسهلا فيك. كيف حياك حالك؟ الله. طمني عنك. الله يكرمك. الحمد لله. معك الدكتور انور العباسي، اخصائي في هذا المركز واستاذ في الجامعه. انا موجود هنا لخدمتك وانا جاهز استمع لك. ميت اهلا وسهلا. حياك الله. معك عبد الله عبد الهادي الخطيب من سكان خان يونس، سكان خان يونس، حي الامل او المعسكر. اهلا وسهلا فيك. نعم، أعمل في مؤسسة جماعية إداري، بكمل دراسات عليا، كمل دراسات عليا، نعم، متزوج وعندي براءة ومنة الله. الله يخلي لك. الله يكرمك. صراحة تكمل في أي مجال؟ في مجال الإدارة، في ما تنمية شاء الله. الموارد البشرية. هذا التخصص ومجال الحلو. نعم، يعني تخصص حلو، يعني حابب التخصص هذا. أستاذ عبد الله، أنا بدي أستأذنك. حسب ما عرفت من السكرتير إنه أنت حضرتك ما عندكش مانع إنه نسجل المقابلة تسجيل كتابي لغرض الملف، فإذا ما عندكش مانع ممكن أسجل وآخذ بعض النقاط. فيش مشكلة إن شاء الله. أول حاجة أتأكد إن شاء الله مرتاح في قعدتك. لا إن شاء الله مرتاح، ما شاء الله كل شيء مركز تمام. مظبط تمام إن شاء الله. سميت أهلا وسهلا فيك. أهلا بيك. أنا بحب أكد على بعض الأمور البسيطة. إن شاء الله. أول حاجة، نحن في هذا المركز يعني ملتزمين بمبدأ السرية. هذا أهم حاجة لبالك، يعني أنا جيت وكل ثقة فيكم. حياك الله. أهلا وسهلا. نحن نشكرك على هذه الثقة. نعم. كل ما يدور بيننا إن شاء الله حيظل في إطار الفريق المهني الطبي في المركز. نعم. الشيء الثاني حاب أكد عليه مبدأ المسؤولية. كيف مسؤولية؟ المسؤولية تجاه نفسك، مسؤولية الدور اللي عليك. إذا أنت ساعدتني أنا ممكن أساعدك. إن شاء الله. وإحنا الاثنين مسؤوليتنا مشتركة في إنه إحنا نساعد بعضنا. أنا مش هقدر أحل مشكلتك وحدي إلا إذا أنت تعاونت معي، وهذا التعاون إن شاء الله سيثمر نتائج إيجابية إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. حيكون متاح لنا 40 دقيقة. خلالها نتفاعل مع بعضنا إن شاء الله. وإن شاء الله خلال هاي الفترة يعني يكون تفاعل مثمر ومبنى. أهلا وسهلا فيك. أهلا بك. أستاذ عبد الله، تفضل. بيش ممكن أخدمك؟ والله صراحة يا دكتور، يعني أنا من 3 شهور وجاي أحس حالي مش طبيعي. مش طبيعي. يعني كنت قبل 3 شهور كنت كويس كتير. شغلي عادي، عملي عادي. حياتي طبيعية. لكن من 3 شهور وجاي حسيت حالي تغيرت. تغير فيه طبعا، صرت عصبي كثير. عصبي كثير. لأتفه الأسباب، يعني بعصب. بتجيني يعني يمكن مش عارف ايش بسموها عندكم، نوبات غضب، نوبات عصبية. بشعر باختناق، بجيني هنا خنقة، بتضايقني كثير. بصير معي صداع. مرات بصير لما نعصب رش في ايديا. النوم، يعني كنت أحسد حالي في النوم. الحين النوم عندي سيء جدا. يعني كنت أنام قبل 7 ساعات، لكن الحين 3 ساعات. ومرات في صعوبة كمان في النوم. يعني كنت قبل أحط رأسي على المخدة أنام على السريع. ممكن ألخص الكلام حضرتك قلته. أستاذ عبد الله، أنا بفهم من كلامك إنه أنت من 3 أشهر صار عندك هذا التغير. مزاجك أصبح يعني عصبي. نعم. وصارت تظهر لك بعض الأعراض من الخنقة والرجفة والاضطرابات في النوم. نعم. تفضل كمل. كذلك صار عندي يعني بقدر تقول مشاكل في السلوك الاجتماعي. مشاكل في السلوك الاجتماعي. يعني كنت قبل شو بتقصد بالمشاكل في السلوك الاجتماعي؟ السلوك الاجتماعي يعني كنت مثلا اطلع على قرايبي، اروح ازورهم، اصدقائي كل فتره اشتاق لهم اتصل فيهم. الان خلاص دقش كثير، بتصلش احد. في عندي مناسبه اذا كانت قويه بروح، مش كثير بطلعش. خلاص مش حاب اشوف الناس، يعني يمكن على قد الصلاه في الجامع والعمل اروح على شغلي على دراستي بس، واي امر بصير بضايقني. فهذا اكثر حاجه بالذات بصير عندي شعور بالخنقه،
مرات دقات قلبي بحسها مش طبيعية. يعني أفهم كلامك إنه في عندك بعض الأعراض الجسمية، صحيح، وعندك بعض الاختلاف في علاقاتك الاجتماعية. نعم. ما عادتش كما كانت في السابق. بالضبط، صحيح. تفضل، ايش في أمور تانية؟ يعني هذا تقريبا أهم الأشياء. موضوع التركيز عندي صار ضعيف كمان. تركيز صار ضعيف. صار ضعيف. يعني بتلاقيني مثلا بركز في شيء معين. نعم. قبل كنت يمكن بالساعة والساعتين مثلا أكون مركز وتمام، الآن بعد نص ساعة ربع ساعة بتلاقي تركيزي إيش قل، بدي تجديد نشاط أو تغيير عشان أرجع تاني أعيد قدراتي. أستاذ عبد الله، ممكن توضح لي هاي الأعراض وهاي المشاعر كيف أثرت على حياتك، سواء صعيد حياتك الأسرية، حياتك الاجتماعية، حياتك المهنية؟ صراحة أثر كتير على حياتي لدرجة صرت أشعر حالي أنه مريض، يمكن يكون عندي مرض في القلب إشي. لأنه مرات دقات القلب بحسها مش طبيعية، مرات الصداع اللي بيجيني يعني بصير أفكر أعمل CT للرأس مثلا، هذا الأمر مزعجني صراحة. كذلك من الناس صرت أخجل أطلع، يعني يمكن حكيت لك أنا أنه ما بحبش أطلع برا، صرت أطلع في الدار، وهذا يمكن الأمر مزاد علي الإشي. كذلك لما أسمع مثلا حد بيحكي عن دروس الدين والصلاة والالتزام والعبادة صرت أكش هيك خلص، أشعر بالتأنيب الضمير وكذا، فلخاطر أنسحب من المكان عن الجلسة اللي بكون قاعدين فيها. يعني زي ما حكيت لك في أداء العمل ما كنتش أنا، يعني أثر على أدائي في مستوى الإنجاز. يعني أمور كثيرة. أستاذ عبد الله، لو حبيت توصف شعورك بكلمة واحدة في هذه اللحظة، إيش ممكن توصفه؟ بس يا ريت قبل ما تجاوب خذ وقتك في الإجابة. شعوري مش مرتاح، قلقان. أستاذ عبد الله، أنا شاعر بشعورك وحاسس بطبيعة المشكلة اللي أنت بتعيشها، وأي إنسان عنده مثل هذه المشاعر أكيد حيكون مش مرتاح، ومن ثم هذا الشيء بيزيد مسؤوليتي اتجاه إني أساعدك قدر ما أستطيع في إطار حالة التفاعل والتعاون فيما بيننا إن شاء الله. طيب أستاذ عبد الله، هل في حدث معين حصل قبل 3 شهور بعده صار هذا الاشي معك؟ والله يعني احداث بارزة ممكن بقعد مرات مع حالي افكر، نعم، بقنع في حالي ببعض الاسباب لكن مش قادر احدد. يعني يمكن موضوع الراتب عندي قليل، بحس انه يمكن بكفيش اشباه حاجياتي او متطلبات الأسرة. هل تغيرت احتياجاتكم من 3 شهور؟ والله الأطفال بيكبروا، مسؤوليتهم بتزيد، الإخوة اللي حولي يعني بساعدهم وطالب أن أساعدهم، وإذا ما ساعدتهم مش يعني بطلعش مني، لأن أشعر أنه صعبة أني كيف أساعدهم. مش يعني مستشعر المسؤولية الاجتماعية اللي عليك اتجاه أسرتك، وهذا الشيء في ظل ضعف الراتب عمل لك حالة ضغط لأنك مش قادر توفي في هذه الالتزامات. نعم. تفضل كمل. بس يعني موضوع البعد الديني كذلك هذا شكلنا مشكلة. إيش يعني تقصد بالبعد الديني؟ البعد الديني اللي هو يعني كنت أصلي مثلاً، الحمد لله ضل بصلي محافظ على الصلاة. الحمد لله. بس من حد ما يأذن كنت أقوم على الصلاة عدل أجري. الآن يلا شوي كمان شوي استغل الكهرب الحاجة اشتغل ساوي حاجة، فبتلاقي الواحد بتلاها. طلع على الصلاة مرة بتأخر، مرات بصليها في الدار، مرات كذا. بعد ما يجي موعد الصلاة وفوت طبعا وصليها، صلاة الدار بتعرف ما لهاش قيمة، وبشعر انه لسه ليش سويت في حالي هيك. يعني كان كنت في الجامعة اخذت ثواب، بصير عندي نوع من تأنيب الضمير مرات. يعني انت بتحس ب نوع من الشعور بالدم. بالضبط. علاقتك يعني بالله سبحانه وتعالى والتزامك بأداء واجباتك الدينية. بس أنا يعني علاجه حيطول.
أستاذ عبد الله، بالنسبة لتوقيت أو مدة الفترة العلاجية، هي مسألة يعني تعتمد على التعاون فيما بيننا. كل ما كان هذا التعاون أكثر فعالية وأكثر بنائية، كلما عجل في تسريع في عملية العلاج والتحسن إن شاء الله. هي مسؤولية مشتركة فيما بيننا كما أكدنا عليها سابقا في مبدأ المسؤولية إن شاء الله. المسألة ليست محددة بوقت، لكن هي نتاج تفاعل فيما بيننا، وإن شاء الله يعني نقدر نساعدك في أقرب أو في أقل فترة زمنية ممكنة. طيب أستاذ عبد الله، في نهاية لقائنا اليوم أحب ألخص كل الكلام اللي دار. أنت قبل 3 أشهر كانت يعني حالتك المزاجية وحياتك طبيعية، من 3 أشهر صار في تغير في حالتك المزاجية، صار في عندك نوبات غضب، صار في عندك بعض الأعراض الجسدية مثل الخنقة ودقات القلب أو الارتجاف، صار في عندك نوع من التغير في عادات النوم، تناقص في عدد ساعات النوم، صار في نوع من ضعف التركيز عندك، وفي تراجع في أدائك لواجباتك الاجتماعية والأسرية، وصار في تراجع في أدائك وسلوكك الديني بشكل عام، وهذه أشياء مسبب لك نوع من الإزعاج ومسبب لك نوع من المشكلة، فما عدتش مرتاح. طيب أستاذ عبد الله، يعني أول شيء أنا سعيد بلقائك، حياك الله، وأشكرك على ثقتك في وفي المركز، وإحنا إن شاء الله حنتعاون مع بعضنا في سبيل الوصول إلى حل مناسب لمشكلتك. أنا حاب قبل ما نختم اليوم نتفق على موعد لاحق إن شاء الله نواصل فيه حوارنا والبحث عن حلول لهذه المشاكل التي تعاني منها. إن شاء الله يا سيدي، لا فيش مشكلة، يعني عندنا زي اليوم مثلا لو جينا في الأسبوع الجاي يعني بناسبنا تقريبا. سيدي متى؟ أهلا وسهلا فيك، حياك الله، إن شاء الله يعني نلتقي.